على سطح حافلة صغيرة زرقاء مركونة في مخيم للاجئين في سهل البقاع اللبناني، يتدرب 6 شبان سوريين على مسرحية تروي حياة اللجوء القاسية في لبنان والتمييز الذي يواجهونه من بعض اللبنانيين. خلق مجموعات 300 شخص تقسموا على مجموعات 20، اشتغلت معها كل مجموعة لمدة أسبوعين، وخلقنا بهالمجموعات صاروا العالم يحكوا ويحكوا حكاياتهم، ومن هول الحكايات سجلنا حكايات شخصية من بعد ما تسجلت انحطت على السوشيال ميديا وتنقى منهم 8 حكايات. بدأ هذا المسرح الجوال عروضه في مخيمات اللاجئين السوريين والمدن الكبرى، والهدف منه تسليط الضوء على ممارسات بعض اللبنانيين التي تنطوي على تمييز في حق اللاجئين. بدنا نمثل على دور الموتوسيكل، انه شلون الحاجز بوقف السوري بياخذ منه موتوسيكله، وشلون انه للبناني بمرقه دغري على الموتوسيكل. الحرب في سوريا لم تترك اللاجئين في لبنان وشأنهم، بل تبعتهم ارتداداتها إلى حيث هم. فقبل أيام وقعت تفجيرات انتحارية دامية في بلدة القاع اللبنانية الواقعة عند الحدود الشرقية مع سوريا، أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، وأدت إلى تشديد القبضة الأمنية على السوريين وتزايد التوتر تجاههم.